بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه قراءة من كتابي أو من رسالة الاستحسان وتخصيص العلة للشيخ تقي الدين أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية. وكنا قد شرعنا في قراءة هذه الرسالة بالأمس، وذكرنا نبذة عما يتعلق بهذا الأصل وهو أو هذه القاعدة، وهي قاعدة الاستحسان. وذكر المصنف في أثنائها التعريف المشهور للاستحسان، وهو كل ما خالف القياس. وقلنا أن ما خالف القياس سواء كان أثراً أو حديثاً أو نصاً أو قياساً أقوى أو نحوه. وذكرنا وعرجنا كذلك على ذكر بعض التعريفات الأخرى، لا سيما المشهورة منها، فإن تعريف الاستحسان قد بلغ إلى 8 أو 9 تعريفات عرفها به أهل العلم. وهذا وذكرنا أن هذا سبب للإشكال أو لإشكال هذه القاعدة. وذكرنا كذلك ما يتعلق بمذاهب أهل العلم، أو ذكر الشيخ في مذاهب أهل العلم، لا سيما المذهب الأخير وهو مذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي، وذلك أنهم قد اختلفت الروايات عنهم في قبول الاستحسان ورده. ثم أخذ المصنف أو ذكر المصنف أولى هذه الأقوال التي نقلت عن الإمام أحمد، وهو رد الاستحسان أو ذم الاستحسان، حين ساق الكلام أو ذاك النص في الرد على الحنفية. ثم أخذ المؤلف بعد ذلك في ذكر المسائل الفقهية. المسائل الفقهية التي ذكرناها بالأمس ونقلها الشيخ هي تفريع على هذا الأصل، أي على الاستحسان بالمعنى المذموم، ما نقلناه أمس. ويبقى أيضا مسألة أخرى تتعلق، وهي مسائل مخرجة على الاستحسان بمعنى الاستحسان المذموم. وذكر المصنف آخر تلك المسائل التي عرجنا عليها، وهي مسألة القرعة. القرعة حين قلنا أن بعض أهل العلم قاس القرعة على القمار، وذكر المصنف في ذلك الموضع أن بعض أهل العلم إذا وجد حديثين قاس أحدهما على الآخر، وقلنا أن هذا يترتب عليه أو يلتزم منه أن يكون أحد النصين منسوخا، لأن أحد النصين يعارض الآخر. وقبل أن نشرع في بيان أو في ذكر بقية هذه المسائل، أحد الإخوة نبهنا جزاه الله خيرا بالأمس إلى ما نقل عن الشيخ حين ذكر المذاهب الثلاثة، قال كما يروى عن ابن عباس وغيره، وكأنه حز في نفسه وحق له، كأنه حز في نفسه، لأن السياق سياق ذم حين يقول يعني يقيسون كلام الإمام أحمد، ساقه مساق الذم. ولا بأس، بين أهل العلم يعني قد يكون القول مذموما، لكن صاحبه ذو مكانة وذو فضل، يعني لا نغمطه حقه. لكن كأن أخونا الكريم وجد في شيء في نفسه شيئا حين قال عن ابن عباس. ثم وجدت أن الشيخ في هذا المقام إذا ذكر المسائل الفقهية يعرج على ذكر قائلها من غير بيان، بمعنى أن هذا من غير أن يكونوا قد بنوا هذه المسألة على هذا الأصل. فلذلك حين قال كما يروى عن ابن عباس، أي في هذه المسألة، لا بمعنى أن ابن عباس قاس أحد الحديثين على الآخر والتزم ذلك المحظور الذي ذكرناه. يقول قائل هذه من عندك، أقول لا، بالاستقراء. وسيأتي إن شاء الله تعالى اليوم
النقل عن 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 الشافعي، وإلا وقع المصنف في تناقض، لأن ابن تيمية ذكر أن مذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي أنهم يعملون النصوص ولا يقيسون النص أحد النصين على الآخر، أليس كذلك؟ لكنه في آخر مسألة ذكر في مسألة الائتمام بالإمام وهو جالس، ذكر عن الإمام الشافعي أنه اعتمد على النص الأخير فجعله ناسخا للمتقدم. ولو أراد ابن تيمية بهذا المعنى أنه قاس، أن الشافعي قاس أحد النصين على الآخر، لتناقض كلامه، لأنه قبل صفحتين ذكر أو قبل صفحة قال مذهب الإمام أحمد والشافعي ومالك أنهم لا يقيسون النصوص على بعض، فدل ذلك على أنه إذا ذكر المذهب الفقهي فإنه يعرج على ذكر من قاله، وإن لم يكن قد بنوه على ذلك الأصل الذي ذكره قبل قليل، أو ثمة تخريج آخر، أو أن يقال بأن هذا يلزمهم، بمعنى إذا قالوا بهذا القوة قد يكون هذا صحيحا، بمعنى أن الشافعي، وسيأتي بعد قليل، أن الشافعي رحمه الله تعالى حين ذكر في مسألة نسخ أن يصلي المأموم خلف الإمام وهو جالس، حين ذكر أن هذا منسوخ لم يعتمد على هذا الأصل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، إنما بناه على أصل آخر. فحين قال الشافعي قال بكذا وكذا، نقول لا بد أن يكون لهذا الكلام توجيه آخر، وإلا وقع الشيخ في تناقض، لأنه قال قبل قليل أن الشافعي وأحمد ومالك ما كانوا يقيسون أحد النصين له، فيبقى هذان الاحتمالان اللذان ذكرتهما، إما أن يكون بمعنى ذكر المذاهب القائلة بهذا الفرع الفقهي، وإن لم يكونوا قد بنوه على هذا الأصل السابق، أو أن يكون بمعنى أن هذا يلزمهم. ومن المعلوم والمعروف بداهة أن لازم المذهب ليس بمذهب، يعني قد تقول إن هذا يلزمك، أقول هذا ما يلزمني، لكنه يذكر في باب الجدال وفي باب المناقشة. وذكرنا أن هذه الفروع التي نقلها ابن تيمية نقلها بناء على هذا الأصل، وهو الاستحسان المذموم الذي ذمه الإمام أحمد حين نقل عن الحنفية. ولعلي أذكر أيضا، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية ما زال يلهج بها في مسألة طرد العلة، أن تكون العلة ينطبق عليه، أن يكون هذا المسلك منطبقا على العلة، لا بد من الطرد. فالإمام أحمد في هذا الموضع أنكر عليهم، يقول هذه العلة لو كانت مضطردة لما نقض بهذا الحديث، فهذا أمر أو هذا أصل لهج به شيخ الإسلام تيمية كثيرا في هذا الكتاب وفي غيره، وكذلك أنا سأذكركم دائما به، فلعلنا نشرع في القراءة. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين، واجعل مجلسنا هذا مجلساً مباركاً. أما بعد، قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني المشهور بابن تيمية عليه رحمة ربي البرية، وكذلك عند أحمد وغيره من فقهاء الحديث، لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس إذا صلى الإمام قاعداً أن يصلوا قعوداً أجمعين، ثم لما افتتحوا الصلاة قياماً أتمها بهم قياماً، عمل بالحديثين ولم يقس على أحدهما قياساً يناقض الآخر ويجعله منسوخاً، كما فعل طائفة من الفقهاء كالشافعي والحميدي وغيرهما. واستدل هو وغيره بأن الصحابة بعده لما صلوا جلوساً أمروا من خلفهم بالجلوس، وقد شهدوا صلاته في آخر عمره، مثل أسيد بن الحضير وهو من أفضل السابقين الأولين من الأنصار،
وقد فعل ذلك في عهد أبي بكر، فإنه قتل في قتال المرتدين من حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب. بارك الله فيك. طيب، وهذه أيضا مسألة تعارض فيها نصان أو حديثان، وعلى طريقة الإمام أحمد وطريقة فقهاء أهل الحديث فإنهم كانوا يعملون النصوص كلها ولا يقيسون أحد النصين على الآخر، مما يلزم منه تعارض النصين أو الحديثين، فحينئذ يلجؤون إلى النسخ، والنسخ من المعلوم عند أهل الفقه وعند أهل الأصول أن النسخ رفع وإبطال وإزالة ولا يلجأ إليها إلا في آخر إذا تعذر الجمع، إذا تعذر الجمع. فلذلك أيضا هذه مسألة تلحق بسابقها، وما زال يا أحبتي الكلام موصولا في المسائل الفقهية المبنية على الاستحسان المذموم، لأنه ذكرنا أو ذكر الشيخ في هذا الموضع أن الروايات قد اختلفت عن الإمام أحمد، وسيأتي الجمع بين هذه الروايات، أنه قد روي عنه أنه ذم هذا الأصل أو هذه القاعدة وهي الاستحسان، وذكرنا النص الذي ذكر، ثم أخذ الشيخ في تفريع بعض المسائل الفقهية المفرعة على هذا الاستحسان في الرد على الحنفية، فقال: وكذلك عند أحمد وغيره من فقهاء الحديث لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس إذا صلى الإمام قاعداً أن يصلوا قعوداً أجمعين، والحديث في الصحيحين: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون، وفي رواية: أجمعين. هذا الحديث الأول. ثم جاء في آخر عهده أو في مرض موته صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وأيضا في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وأبو بكر والناس قياما. الحديث الأول قال: إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. ثم في آخر عهده في آخر عهده أو في آخر صلواته صلى الله عليه وسلم صلى وهو جالس، وأبو بكر والناس صلوا خلفه قائم، فتعارض الحديثان. فيقول الشيخ في هذا المقام: الإمام أحمد، وهذه من مفردات المذهب، أن الإمام أحمد أعمل النصين، وإلا الجمهور حملوا آخر فعله صلى الله عليه وسلم على أنه ناسخ للأمر السابق حين قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، حملوه على أن هذا الفعل ناسخ للمتقدم، بمعنى نسخ الوجوب إذا قلنا أنه واجب، أو نسخ الاستحباب ويبقى الجواز. يقولون يجوز لكن الاستحباب أو الوجوب قد ارتفع بآخر فعله صلى الله عليه وسلم. فيقول الشيخ: ثم لما افتتحوا الصلاة قياما أتمها بهم صلى الله عليه وسلم قياما، عمل الإمام أحمد بالحديثين، ولم يقس أحدهما قياسا يناقض الآخر ويجعله منسوخا. وفيما يظهر والله أعلم أنه ما قصد هاهنا الشيخ بقياس العلة، لكنه قصد به قياس الشبه وليس قياس العلة، بمعنى أن الذين أخذوا بآخر فعله صلى الله عليه وسلم قاسوا الصلوات على هذه الصلاة التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس والناس خلفه قياما، فأخذوا بهذا القياس. فإذا أخذوا بهذا القياس معنى ذلك أنه تعارض الحديث الأول مع هذا الحديث الثاني، فحملوا الحديث الأخير على النسخ. أما الإمام أحمد فقد عمل بالحديثين، وذكر الحنابلة في هذا الموضع، قالوا يفرقوا
بين إمام الحي إذا كان إمام المسجد هو إمام الحي، فإذا صلى جالسا حتى إذا بقى يصلوا خلفه جلوسا، بخلاف إذا كان الإمام طارئ بمعنى مر بالمسجد وأراد أن يصلي فصلى جالسا فإنهم يصلون خلفه وهم قيام، ولهم تفصيلات تذكر في كتب الفقه. لكن في كل الأحوال أن الإمام أحمد ما حمل أحد الحديثين على أنه منسوخ. الشاهد الذي ذكرته قبل قليل، الشيخ ذكر قبل صفحة وصفحتين قال مذهب أهل الحديث فقهاء أهل الحديث أنهم لا يقيسون أحد النصين على الآخر مما يجعل الحديثين أو النصين متعارضان فيلجأ إلى النص، لكنه جاء هنا فذكر مذهب الشافعي قال وهو مذهب الشافعي والحميدي وغيره وأيضا مذهب مالك، مما يبين أن المسألة الفقهية التي تذكر يذكرها الشيخ يذكر فيها من قالها بأهل العلم وإن لم يبنوها على هذا الأصل. فلذلك نقول في هذا المقام كذلك ما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أولا نقله بصيغة التمريض ثم على فرض أن ابن عباس قاله، إنما ذكر الشيخ في ذلك المقام مذاهب أهل العلم في هذه المسألة الفقهية وإن لم تبنى على هذا الأصل، وإلا عد الشيخ متناقضا، والتناقض في الغالب ما يكون بعد أسطر قليلة، حتى ما في إنسان ما يعني ما يتناقض في كلامه، لكن يعني في خلال أسطر، مما يبين أن الشيخ أراد بهذا إما من باب الإلزام بمعنى أن الشافعي يلزمه ذلك، وإلا الشافعية في هذا المقام يقولون الحديث الآخر مقيد، حديث عائشة مقيد، عرفنا وقته الحديث الأول ما عرفنا وقته متى، حين قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلذلك يحكمون، وهذه قاعدة من قواعدهم الاجتهادية ولا تثريب عليهم، قالوا من القواعد أن ما جاء مقيدا وعرفنا زمنه يقضى على ما جاء مطلقا، فلذلك قالوا يحكم على هذا الحديث بالنسخ. قال الشيخ واستدل هو وغيره، أي الإمام أحمد وغيره، بأن الصحابة بعده لما صلوا جلوسا أمروا من خلفهم بالجلوس، وبذلك ترتفع دعوى النسخ، إن هؤلاء الصحابة صلوا هذه الصلاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، 4 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلوا جلوسا أمروا من خلفهم بالصلاة جلوسا، فإذا دعوى النسخ بعد، حتى ابن خزيمة من الشافعية وغيره من أصحاب الشافعي وافق الإمام أحمد في هذه المسألة، قال دعوى النسخ بعيدة، أن يقال أن هذا منسوخ دعوى بعيدة. قال لما صلوا جلوسا أمروا من خلفهم بالجلوس وقد شهدوا صلاته في آخر عمره صلى الله عليه وسلم، بمعنى عرفوا شهدوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حال مرضه، وشاهدوه حين صلى جالسا وصلى الناس خلفه قياما، لكن ما فهموا منه النسخ، ما عرفوا منه النسخ، فدل ذلك على أن أيضا هؤلاء الصحابة قد أعملوا كل الأحاديث. قال مثل أسيد ابن الحضير وهو من أفضل السابقين الأولين من الأنصار، وقد فعل ذلك في عهد أبي بكر، فإنه قتل في قتال المرتدين من حنيفة، ما في لفظة ساقطة هنا، إيش بني هنا لفظة ساقطة، إما أن تكون يعني سقطت من يدي، يعني هي نسخة وحيدة بخط المؤلف، فإما أن يكون المؤلف ابن تيمية يعني ما كتبها أو سهى عن ذكرها أو سهى عن كتابتها، أو تكون في الطبعة بمعنى طبعت بهذا النقص أتباع مسيلمة كذا، لكن أيضا لا بأس أن نذكر هذه الفائدة في هذا المقام. المحقق هنا جزاه الله خيرا يقول يعني
أن أسيد بن الحضير ما قتل في حرب المرتدين، إنما مات في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. لذا يعني يرد سؤال، وهم الشيخ؟ هذا ليس ببعيد، الشيخ ما هو معصوم، يهم ممكن، لكن الذي جعلني يعني أتردد في قبول هذه القراءة أن الشيخ في مواضع من كتبه قد ذكر أن أسيد بن الحضير في مسألة فقهية أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد حجز حديقة لأسيد بن الحضير، استدل بها في مسألة فقهية أن عمر رضي الله تعالى عنه قد حجز حديقة لأسيد بن الحضير. فإذا دعوى أن يكون الشيخ ما يعلم، وهذا ليس ببعيد، ما هو معصوم، استبعدتها بمعنى أن الشيخ ذكر في مواضع من كتابه الفتاوى وغيره أن أسيد بن الحضير كان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، فيبقى قضية الخطأ هذه بعيدة تستبعد، يبقى السهو، سهى الشيخ بمعنى ذكر فسهى فاختلط بينه وبين غيره أو قصد غيره أيضا هذه. لكن أيضا هناك احتمال أن يكون أراد في ذكر الثناء عليه فإنه قاتل في قتال المرتدين أو شارك في قتال المرتدين من بني حنيفة، ما أراد أنه قتل أو استشهد، لا سيما أن قاتل قريبا من قتل، والشيخ يعني خطه بالكاد يقرأ ويكتب على عجل، سريع الكتابة رحمه الله تعالى، يعني كان ربما كتب الرسالة الطويلة بين الظهر والعصر تنتهي، قال وكتبتها في ظاهرة كذا وانتهت من العصر، فإذا هي 50 صفحة كلها رحمه الله تعالى كانت تأتي يعني من ذخيرته العلمية التي كان يختزنها. فلذلك أقول في هذا الموضع الخطأ بعيد، وإن كان يعني جل من لا، فيبقى قضية السهو، أقول سهى، ممكن يكون سهى، واحتمال آخر أن يكون الشيخ في هذا الموضع أراد قاتل أي شارك في حرب المرتدين، وإن كان المحقق يقول ما ذكر أحد أنه شارك، لا، المشاركة مو شرط أن يذكر شارك، لأنه إنما يذكرون من استشهد، وإلا المشاركين يعني في 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 مع أبي بكر في حرب المرتدين كثير، ما لن يذكروه اسما، لكن يبقى من استشهد، صحيح ذكروا من استشهد في حرب المرتدين فلان وفلان فلان. فلذلك قضية أن يكون الشيخ يعني أن يكون ها هنا خطأ في النسخة، إما أن يكون تصحيفا أو سبق قلم من المؤلف، لعل هذا هو، والله تعالى أعلم، هو الأولى. نعم. وقد قال أحمد بالاستحسان المخالف للقياس في مواضع، كقوله في رواية صالح في المضارب: إذا خالف فاشترى غير ما أمر به صاحب المال فالربح لصاحب المال، ولهذا أجرة مثله، إلا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله فيذهب، وكنت أذهب إلى أن الربح لصاحب المال ثم استحسنت. أي بدأنا القاعدة الأخرى، ها؟ القول الآخر، النقل الأول، النص الأول في ذم الاستحسان، حين نقل عن يقول كيف يقولون بالاستحسان، كيف يقولون بالاستحسان والعلة عندهم يعني منقوضة، أخذ بعد ذلك في نقل الأقوال أو نصوص الإمام أحمد في الأخذ بالاستحسان، في الأخذ بالاستحسان، وسيأتي إن شاء الله تعالى وجه الجمع بينهما. قال: وقد قال أحمد بالاستحسان، كما أنه ذم الاستحسان، فإنه قد قال بالاستحسان المخالف للقياس في مواضع، كقوله في رواية صالح ابنه في المضارب، المضارب وهي شركة المضاربة، أن يعطيك مالا على أن
تنمي هذا المال. أنا برأس المال وأنت بعملك بالجهد بجهدك. قال إذا خالف فاشترى غير ما أمر به صاحب المال فالربح حينئذ لصاحب المال. ولهذا المضارب أجرة مثله، اللهم إلا أن يكون الربح، هذا اللهم مني، إلا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله فيذهب. قال الإمام أحمد وكنت أذهب إلى أن الربح لصاحب المال ثم استحسنت. ثم استحسن إيش؟ ثم استحسنت، استحسن إيش؟ استحسن أن يأخذ المضارب أجرة مثله، أن يأخذ المضارب أجرة مثله. قال ثم استحسنت، رأيت أنه من الحسن أن يأخذ. طيب وجه القياس، المضارب ها هنا اتفقت معه، قلت له خذ هذه 10,000 تشتغل بها جزاك الله خير في السيارات، تشتري تأتي بالسيارات وتبيعها وكذا كذا، والربح بعد ذلك نتفق عليه أو اتفق عليه مقدمة. لكنك أخذت المال ثم ذهبت فخالفت، هذا شرطي معك، فخالفت فأعملت هذا المال أو ضاربت به في الفواكه أو في الطعام أو في نحوه. طيب وجه مخالفة حين يقول فالربح لصاحب المال، قال كنت أذهب إلى أن الربح كله لصاحب المال. طيب فين القياس؟ أين القياس حين يقال فاستحسنت أن يأخذ، فاستحسنت حينئذ أن يأخذ المضارب أجرة مثله؟ وإلا القياس يقال في هذا الموضع أن الربح، تاجرت في الطعام جبت فواكه وكذا وجاء الربح لكنك خالفت شرط، القياس يقتضي في هذا المقام أن يكون الربح كله، ما أعطيك ولا شيء. لكن قال الإمام استحسنت أن يأخذ المضارب أجرة مثله. نشوف أنت سافرت كم العمل اللي اشتغلت، شهر، إذا خذ يعني هذه ربحنا مثلا من 10,000 100,000، خلاص أنت جزاك الله خير خذ 10,000 هذه أجرة عملك. طيب وجه مخالفة القياس، وجه مخالفة القياس، هم يقولون أن المضارب إذا خالف شرطا عد كالغاصب، صار كالغاصب، عد كالغاصب فيقاس على الغاصب. فكما أن الغاصب لا يأخذ شيئا، غصب المال حتى لو راح اشتغل به ثم قضي عليه وحكم عليه، أنا أخذ المال كله بربحه لأن هذا المال نماء مالي. قالوا كذلك ها هنا، قالوا كذلك ها هنا المضارب لما خالف شرطا من هذه الشروط، شرط المضارب في المضاربة عد كالغاصب. فلذلك القياس يقال في هذا الموضع أنه كالغاصب، والغاصب إذا غصب مالا واتجر به فلا حق له فيه، لا في رأس المال ولا في ربحه. لكن الإمام أحمد قال أنا تركت هذا القياس واستحسنت أن يعطى أجرة مثله، أن يعطى أجرة مثله. فترك الإمام أحمد ها هنا القياس وعمل بالاستحسان. طب الاستحسان ها هنا أيضا قالوا بقياس آخر، وهو قياسه على الإجارة، لأنه إذا نظرت لها يعني أن تلحقه مطلقا بالغاصب أيضا هذه فيها شيء. لذلك تردد الإمام أحمد قال بل نلحقه بالإجارة كأنه استأجره، فنشوف كم أجرة مثله ثم يعطى. لكن الشاهد ها هنا نص الإمام أحمد رحمه الله قال ثم استحسنت، فترك القياس رحمه الله تعالى إلى الاستحسان. نعم. وقال في رواية الميموني أستحسن أن يتيمم لكل صلاة. طبعا هو الـ 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 يعني الصواب بني حنيفة، ها زيدوا العبارة، ما هم حنيفة، هم بنو حنيفة، فهذه فزدها جزاك الله خيرا،
زيدان ضاع في نسختك، ما في اسمه شيء اسمه حنيف، هم بني إيه بنو حنيفة، من بني حنيفة المرتدين كانوا من بني حنيفة. نعم بارك الله، أعتذر عن مقاطعتك يا شيخ. وقال في رواية الميموني: أستحسن أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث أو يجد الماء. طيب أيضا هذه رواية أخرى، نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على لفظ الاستحسان، وجاء لفظ الاستحسان في سياق بناء الحكم، جاء لفظ الاستحسان في مقام أو في سياق بناء الحكم. فقال في رواية الميموني: أستحسن أن يتيمم لكل صلاة، لأن هذه مبناها على أن التيمم هل هو رافع للحدث أم مبيح، والشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذه المسائل كلها الخمسة هذه كأن المقام ليس مقام إطالة وبيان لهذه المسائل الفقهية، فلذلك أرجعها إلى آخر الكتاب فصل، فذكر هذه المسائل وأطال النفس فيه، وقلنا أنه ذكرها على الطريقة الفقهية الخلافية الجدلية لا على الطريقة الأصولية، ذكرها في آخر الكتاب، ومنها هذه المسألة، مسألة التيمم هل هو رافع أو مبيح. قال الإمام أحمد: أستحسن للمتيمم أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث أو يجد الماء. القياس ها هنا قياس التيمم على الماء، ما الذي يجمع بين التيمم وبين الماء أو بين الوضوء؟ لا هو هذا الخلاف، هل التيمم بمعنى إذا تيمم فيصير كالوضوء، وهذا الذي نصره شيخ الإسلام تيمية في آخر وفي كتبه، في كتبه عموما. قل من الذي قال أنه مبيح؟ هو مثل الوضوء، لذلك إذا تيمم يبقى على تيمم على طهارته إلى أن يحدث، مثل الوضوء، صل به النوافل وصل به الصلاة الأخرى إلى آخره. لكن الشاهد الله عز وجل وجه الإلحاق أن الله تعالى وصف الماء بأنه طهور، وكذلك وصف التراب بأنه طهور، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فهي ملحقة به، فإن التيمم أو التراب يلحق بالماء. لكن الإمام أحمد يقول: أستحسن أن يتيمم لكل صلاة، لكن القياس أن التراب أو التيمم مثل الوضوء، بمعنى يبقى على وضوء حتى يحدث أو يجد ماء إذن فترك الإمام أحمد القياس للاستحسان بالاستحسان. طيب يقول قائل: ما هو وجه الاستحسان؟ نقول ها هنا الآثار التي وردت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي جعلت الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقدم تلك الآثار على القياس. نعم. وقال في رواية المرودي: يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها، فقيل له: كيف تشترى ممن لا يملك؟ فقال: القياس كما تقول، ولكن هو استحسان. واحتج بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخصوا في شراء المصاحف وكرهوا بيعها، وهذا يشبه ذاك. بارك الله فيك. طيب أيضا هذا نص آخر عن الإمام. وقال في رواية المرودي: يجوز شراء بالقصر وبالهمز، تقول شراء وشراء كلاهما يصح، يجوز شراء أو شراء الأرض السواد، وأرض السواد هي التي فتحها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والأثر موجود في كتب الآثار في مصنف ابن أبي شيبة وغيره، قال: فتح المسلمون السواد عنوة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، قال وهي أرض الحيرة، وهي الكوفة وما جاورها، فأراد عمر أن يقسم السواد بين المسلمين، فاستشار الناس، استشار الصحابة،
فقالوا دعهم ينزل عليهم المسلمون فأقروا على الأرض أو أقروا على الأرض أي جعلها في أيديهم ووضع عليها خراجا يأخذها من أهله فصارت كالوقف فصارت هذه الأرض الأرض أرض السواد كالوقف قياسا على الوقف أن عمر رضي الله تعالى عنه أوقفها قال فقيل له كيف تشترى ممن لا يملك يعني إذا أوقفها خلاص ما عاد يملكها أنا لو أوقفت دارا أو أرضا أو نحوها ما يجوز لي أن أبيعها وإن كنت صاحب الوقف فقال كيف تشترى ممن لا يملك فقال القياس كما تقول لأنها تقاس على الوقف تقاس على الوقف لأن الوقف الأرض الخراجية هذه أو أرض السوادي هو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع وتسبيل المنفعة قال القياس كما تقول ولكن هو استحسان ما هو وجه الاستحسان ذكره الإمام فيما يلي أو ذكره الشيخ فيما يلي قال واحتج بأن أصحاب النبي صلى الله وسلم وبارك عليه رخصوا في شراء المصاحف وكرهوا بيعها وهذا يشبه ذاك ففرقوا بين البيع وبين الشراء فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم رخصوا في شراء المصاحف لكنهم كرهوا بيعها فكذلك قدم هذا القياس على ما ذكر أو قدم فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في إجازتهم لشراء المصاحف دون بيعها على أرض السواد فبنى هذا الاستحسان أو بنى هذه المسألة على الاستحسان فإنه قدم الآثار آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على القياس وهذا وجه الاستحسان نعم وقال في رواية بكر بن محمد في من غصب أرضا وزرعها الزرع لرب الأرض وعليه النفقة وليس هذا شيئا يوافق القياس أستحسن أن يدفع إليه نفقته نعم وأيضا هذا نص نصوص كثيرة عن إمام أحمد يعني في لفظ الاستحسان وتأمل حفظك الله أن لفظ الاستحسان جاء في سياق بناء الحكم جاء في سياق بناء الحكم قال وقال في رواية بكر بن محمد في من غصب أرضا وزرعها قال الزرع لرب المال وعليه النفقة وليس هذا شيئا يوافق القياس أستحسن أن يدفع إليه نفقته قال الزرع لرب المال الزرع لرب المال والنفقة أيضا عليه لكن هذا شيء لا يوافق القياس والاستحسان أن يدفع لهذا الغاصب نفقة عمله أين وجه القياس؟ حين يقول هذا القياس القياس ما ذكر أين وجه القياس؟ والله لا يعني لا, لا, لا ليس المضاربي غصب أرضا ثم جاء وبذر البذور أيها الشيخ أحمد أيه لا أنا أقصد يعني الآن يعني الشيخ يقول يعني القياس هذا لكني أستحسن أن يعطى أجرة المثل وغصب أرضا ونبتها وطلع الزرع وأينعت هذا الثمار التي نبتت في الأرض تعود لصاحب الأرض لكن قال وليس للغاصب شيء لكن قال أستحسن أن يعطى شيئا هم لا يقولون هو صاحب البذر الغاصب هو الذي أتى فهذا نماء ماله
هو الذي جاء بالبذر وكذا واشتراه وبذره، قال فهذا نماء ماله. فالقياس يقال القياس ها هنا أنه أن الثمر له، الغصب هذه يعاقب عليها يعني ما شاء الإمام أو القاضي أن يعاقبه به، لكن كونه أتى بالبذر وقالوا هذا ماله وهذا نماء، القياس يقول كذا، لكني تركت القياس للاستحسان، والاستحسان هو حديث أو أثر ما وقفت على صحتي ولعله يأتي، من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له شيء وعليه نفقته، فليس له شيء وعليه نفقته وعليه نفقة. فها هنا الاستحسان هو أثر قد يكون حديثا ما تحريت، قد يكون حديثا أو أثرا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا القياس يقول أن صاحب البذر من بذرها هذا نماء ماله، نماء هذا المال. طيب غصب الأرض قل عاقبه اسجنه افعل به مال، لكن هو صاحب البذر، هكا القياس. لكن ترك هذا القياس بمعنى أن نماء الأرض يعود لصاحب الأرض ليس له شيء، إنما له أجرة المثل. بمعنى لو أتيت بعامل يأتي واحد يعني ذو خبرة قال طيب يعني هذا الذي يعني لو أتينا بعامل أو مزارع كم يعني كم أجرته؟ يقول أجرته كذا كذا، يعطي هذا الغاصب أجرته لهذا الاعتبار. نعم. وقد جعل القاضي أبو يعلى المسألة على روايتين، ونصر هو وأتباعه كأبي الخطاب وابن عقيل وابن الزاغوني القول بالاستحسان كقول أصحاب أبي حنيفة، وفسر هؤلاء الاستحسان الذي يقولون به بأنه ترك الحكم إلى حكم هو أولى منه، وقيل هو أولى القياسين. قالوا وهذا لفظ القاضي، والحجة التي يرجع إليها في الاستحسان فهي الكتاب تارة والسنة أخرى والإجماع ثالثة، والاستدلال بترجح شبه بعض الأصول على بعض. بارك الله فيك. خلاص ذكرنا النص الأول عن الإمام أحمد في ذم الاستحسان، وذكرت المسائل المفرعة، ثم ذكر الرواية الأخرى عن الإمام أحمد في الأخذ بالاستحسان، وأيضا المسائل التي بناها رحمه الله تعالى على هذا الأصل أي القول بالاستحسان. قال لذلك عند الإمام أحمد روايتان، قال وقد جعل القاضي أبو يعلى المسألة على روايتين. ما الفرق بين الروايتين والوجهين؟ إذا قلنا مبناها على روايتين أو وجهين أو ربما يقول مذهبين، لكنه ها هنا نص قال روايتين. أين معروف، لكن إيش الفرق يعني بين الرواية وبين الوجه؟ نقول لما لم يقل وذكر القاضي أبو يعلى وجهين للإمام أحمد، الرواية بمعنى نص تكلم بها، نص بها من قوله رحمه الله تعالى، رواها كذا ورواها كذا. لا، الوجه غالبا، الوجه إذا قيل وجهان في المذهب الغالب لا يكون الإمام نص بهما، ما قال بهما، لكن أتباعه وأصحابه خرجوها على أصولهم أو على قواعدهم أو على قواعد المذهب، فيقال في هذا المذهب وجهان في المذهب، بمعنى أن أصحاب الوجوه من المذهب خرجوا هذا القول على قواعد المذهب أو على أصول المذهب أو على بعض أقوال الإمام. فها هنا روايتان وهي صحيحة لأنها نصوص، كل التي نقلناها، النص الأول الذي ذكرناه بالأمس في رده على الحنفية في ذم الاستحسان، والنصوص الأخرى أيضا عن الإمام أحمد في الأخذ بالاستحسان، وذكرها في مقام البيان والاستدلال. فلذلك قال وقد جعل القاضي أبو يعلى المسألة على روايتين، ونصر هو وأتباعه كأبي الخطاب وابن عقيل
وابن الزاغور القول بالاستحسان. يعني من هذه الروايات نصر القاضي القول أن الصحيح أن الإمام أحمد كان يقول بالاستحسان. أيضا لا بأس أن نقف، لأنه يعني طلاب العلم لعلهم يستفيدون في هذا المقام، في مقام التحقيق. شوفوا اللي بين معقوفين، احنا نسميه معقوف بالقاف، ما تقول معكوف. كثير يخطئ يقول ما بين معكوفين، العكوف من المكوث، لكن العقف عقف أي الخط المائي. فلذلك كثير من المحققين إذا قال ما بين معكوفين كذا كذا نقول لا، هي ما بين معقوفين. لكن لاحظ المحقق الفاضل قال ابن الزاغوني، ماذا ذكر في الحاشية؟ ها؟ لا بأس. لا شوف اللي بين معقوفين إيش علق، لو تقرأ يعني تعال. لم يكتب المؤلف بعد ابن من من المقصود به، ولعله ابن الزاغوني، فهو من أبرز العلماء اتباعا لمنهج أبي يعلى في الأصول والكلام. جزا الله خير، هذا اجتهاد منه، لكن خلينا يعني نعرضها على في مقام التحقيق، يعني في باب الموازنة. الشيخ ذكر ابن وابن، وما ذكر يعني ابن من. هناك احتمالان متساويان ما تستطيع أن تجزم، إما أن تكون زائدة هذه ابن، بمعنى سهى الشيخ أراد أن يكتب ثم صرف النظر ونسي أن يشطب عليها، هذا احتمال. واحتمال آخر ما تفضل به المحقق الفاضل هنا، أنه ما ذكر ابن من مع العجلة أو نسيان أو ذهول أو سبق قلم، قال وابن ثم أتم الكلام. فالاحتمالان متساويان، كلا الاحتمالين متساويان، إما أن يكون ابن هذه زائدة أو هذه اللفظة أو هذا الاسم ساقط ما ذكره شيء، فكلا الاحتمالين واردان وهما متساويان. أنت كمحقق ماذا تصنع في هذا المقام؟ يعني تخمن اسم وتضع بين المعقوف، يعني كما فعل الشيخ هنا، ترى طيب ما وجده، ولو الشيخ وقف كان ذكر. لا بأس، هو لو عندك نسخة، أنتوا لاحظوا هي نسخة واحدة، أي ما تستطيع مثلا تقارن بين نسخ أخرى وكذا وتتأكد، وهذه صعوبة النسخة الواحدة. لكن أنا أقول لك الزيادة والنقصان يتساويان، أنت الآن أيهما الصواب؟ أنك تخمن تقول والله لعله ابن فلان وأضيفه، أو تقول لا والله أنا أكثر في الهامش وكتب ابن وأتركها للقارئ. يا شيخ نعم، الشيخ يقول يترك بياض ويشير في الحاشية إنه والله أن 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 هذا. ها في رأي آخر؟ شو الشيخ كما ذكر الشيخ لا يذكر، يتركه يعني فارغا. نعم لا، احنا مو بصدد هو الشيخ اجتهد جزا الله خير وقال له هو ابن الزاغوني او كذا. نشوف الشيخ في الاخير، يعني هي ترى هذه فائدة طيبة يعني يستفاد منها في مقام التحقيق. نعم شيخ. لا ترى اللي قائلين بالاستحسان كثير، يعني انت الان ما لكن هو ربما اتباعه، حتى اتباع القاضي ابو يعلى كثيرين، القاضي أبو يعلى كثيرين، لكن لا شك أن أبو الخطاب أولاهم باعتبار التلمذة أنه تلميذه، وكذلك ابن عقيل باعتبار أنه تلميذه. لكن الصواب أو نقول الأصوب تأدبا أيضا مع المحقق، نقول الأصوب أنك ما تخمن تقول ابن الزاغوني وتكتبه في الهامش، لكن خلاص لأنه احتمال الزيادة أن تكون ابن هذه زائدة، يعني سبق قلم من الشيخ، هذا احتمال، واحتمال أن يكون سقط الاسم ما ذكره، هذا احتمال، تساوي الاحتمال. ليس ثمة مرجح، لأن ما عندك نسخة أخرى تقيس عليها، ما عندك نقول أخرى
يعني تستطيع أن تطمئن إليها. فلذلك في هذا المقام كما يعني تفضل الإخوة، لا أنا أتركه فارغا، ما أضيفه، ما يعني ما يعني يعني أن تقول هو ابن الزاغلي، لعله ابن الزاغلي، يعني ترجيح بلا مرجح كما يقول الأصول، هذا ترجيح بلا مرجح، ما في شيء. نعم، لا هو في المخطوطة وابن أي، فالشيخ هنا اجتهد وضع قال الزاغوني لأنه هو من أتباعي، أنت لو قرأت الحاشي جزاك الله خير قال إيه. نعم، وهذه أيضا من محظورات يعني التحقيق، الصلب ما يتصرف فيه، والله على فضله، يعني أنا ما أعرف الشيخ عزيز بشمس، لكنه أشهد الله أنه بذل جهدا عظيما في قراءة كلام الشيخ. أنت شفت الصورة؟ شيء عجيب، خذ صفحة من صفحاته واقرأها إذا كنت شاطر، اقرأها إذا كنت شاطر. أبدا، أسأل الله جل أن يبارك فيه وأن يبارك في عمره. لكنها هنا لا، ما ينبغي أن تضيف شيئا في صلب الكتاب، يعني أن ترجح شيئا من غير مرجح، لكن تشير في الحاشية تقول يعني كفراغ في المخطوط، في المخطوط، إذا أردت أن تجتهد في الحاشية تقول لعله كذا وكذا، هذا الأمر، لكن في صلب الكتاب ما تضعه لأنه ليس ثمة مرجع. هذه فائدة يعني تذكر في مقام التحقيق ولا بأس من ذكر. تجعل تكتب واحد وفي الأسفل فراغ، فلعله سبق قلم من المصنف، أو لعله أراد ابن الزاغوني، الأراد به الزاغوني ابن الزاغوني، فإنه من أتباع الإمام إلى آخر، لكن ما تضيف شيء إلى صلب الكتاب، ما تضيف يعني ليس ثمة مرجح. لكن على كل فائدة يعني نذكرها في مقام التحقيق، يعني يستفيد منها طلاب العلم. على كل حال، قال رجح القاضي أبو يعلى وأتباعه كأبي الخطاب، لأنه تلميذه وابن عقيل وابن، لكن الزاغوني ما نستطيع الجزم يعني به، القول بالاستحسان كقول أصحاب أبي حنيفة، يعني على الوجه الذي سار به أو رجح به أصحاب أبي حنيفة، وهؤلاء يعني أتباع القاضي أبو يعلى والحنفية، الاستحسان الذي يقولون به بأنه ترك الحكم إلى حكم هو أولى به، أخذا من هذه النصوص الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد في مقام الاجتهاد نص رجح هذه على تلك، إما أن يكون الترجيح كما وقيل هو أولى القياسين، إما أن يكون الترجيح بالآثار أو بالقياس، أن يكون هذا القياس أولى من هذا القياس، ولعلها أيضا هذا فيه محظور سيأتي بيانه من قبل الشيخ رحمه الله تعالى. لكن في كل الأحوال تفسير هؤلاء أتباع القاضي أبو يعلى وأتباعه، تفسيرهم للاستحسان سار على وفق أو على طريقة تفسير الحنفية للاستحسان، فهؤلاء فسروا الاستحسان بأنه ترك الحكم إلى حكم هو أولى منه، وقيل هو أولى القياسين، قالوا وهذا لفظ القاضي، يعني الآتي هو لفظ القاضي أبو يعلى أخذه من كتابه العدة، والحجة التي يرجع إليها في الاستحسان فهي الكتاب تارة، عندك قياس فأردت أن تقدم أن تترك هذا القياس أو صورة هذا القياس، إما أن يكون النص الذي ما تقدمه، إما أن يكون الكتاب نصا من الكتاب والسنة أخرى، أو بالإجماع والاستدلال يترجح، والإجماع ثالثة، والاستدلال بترجح شبه بعض الأصول على بعض، وهو ما يسمى بقياس الشبه، بأن تلحق الصورة بأولاها شبها، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان للشيخ في مسألة قياس الشبه. ففي كل الأحوال ترجيح أو تقديم القول أو الاجتهاد على القياس، إما أن يكون نصا من كتاب أو نصا من سنة
أو إجماعا أو بقياس شبه، بمعنى أن يكون هذا الفرع هو أولى بإلحاقه بهذا الأصل دونه لأنه أقرب شبها له. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل إن شاء الله تعالى غدا. ما الأحباب أحبابنا إذا شيء يتعلق يعني بالدرس فأهلا وسهلا، فتوى يعني أنا أعتذر ما أفتي، لكن إذا يتعلق أو ما يتعلق يعني بالعلوم عامة ما عندي إشكال، إذا لم تكن فتوى فلا إشكال عندي. بعض الإخوة يعني كان يسأل عن بعض الكتب الأصول، لا إشكال عندي في 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 مثل هذه الأسئلة ونحوها، وإن كانت بضاعتي قليلة يعني في 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 هذا المقام، ها بالدرس أو ما يتعلق بالعلوم عموما يعني غير فتاوى، أنا أقصد فتوى ما يعني ما لا أفتي والله، وأنا لا أفتي متورعا ترى، أنا ما أعرف أفتي، وهذه فائدة يعني لعلي أذكرها للأحباب يعني فائدة طيبة والله. طيب جزاك الله، تنتظر قليلة حتى يعني نذكر إن شاء الله تعالى هذه فائدة طيبة يعني أخذتها من السبكي الأب تقي الدين. يقول ترى مقام الفتيا أخص من مقام الفقه، أخص يعني شيء خاص. قال فرب فقيه يكون عنده علم في الفقه، لكن الفتوى أن ينزل هذه القضايا الكلية التي يعرفها في كتب الفقه على هذه الحالة الخاصة. قال هذه زيادة علم ما يحسنها كل واحد. أي صحيح، وأنا أعجب حقيقة ممن يعني عنده الفتوى كذا كشربة ماء، ما عنده إشكال، يفتي هذا ويفتي هذا ويفتي هذا ويفتي هذا ويفتي هذا. فلذلك مقام الفتوى يعني مقام أخص من مقام الفقه. ممكن يكون عنده يعني طالب علم عنده كذا، لكن إذا جاء الفتوى ما يستطيع أن يقدر هذه الحالة فينزلها يعني منزلتها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.